والحظ الحمد لله على الثلاث نقاط هذه من بعد التعب اللي كان في مدينه اسفي. تنمروا بواحد الفتره اللي ماشي في لافورم ديالنا، ولكن ان شاء الله غادي نزيدو نخدمو وغادي نزيدو نشاهدو ان شاء الله اننا نوصلو لافورم ديالنا ان شاء الله نوصلو للمونديال. وفرحة الجماهير ديالنا الوداديه اللي متتحملش علينا تنزلنا في اي ماتش، ولو عارفة اللاعبين ماشي في الفورمه ديالهم وديما السند ديالهم والفخر ديالهم. حنا بما كنا متنسوو حتى شي حاجه كنبغيو نهديو لهم الثلاث نقاط هادي، ونتمنوا ان شاء الله اننا نساو هاد الماتش ونفرحوا في الماتش اللي جاي ان شاء الله. لا بالعكس، داكشي معلومه ياثر فيا بالانتقادات، ماشي شي حاجه اللي خايبه، بالعكس مزيان الواحد يسمع الانتقادات ويشوف الناس اللي شنو هما الحوايج اللي تيشوفوا فيه خايبين، يحاول يخدم على راسه ويجتهد ويصلح حوايج اخرين. تنتمنى ان شاء الله في باقي الدورات اننا نزيد نطور المستوى ديالي ونزيد نعطي اضافه داخل المجموعه ان شاء الله ونعاون الجروب. شكرا. اليوم لعنا الصداره ورجعنا للبلاصه اللي كانت تنصحوا، نزيدوا نخدموا ان شاء الله باش نبقاو كبير. كنعرفوا جاروا بحال هذا الماتش هادو، غنبقاو ان شاء الله في الميتش الثالث العام الحمد لله. كيف ما عرفتوا ما كاينش شي حاجه اللي كانت مقلقه، ان شاء الله المقابله الجايه ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.